تأخذنا اليوم يا معلم حكيمان؟ سوف نطلب العلم والمعرفة اليوم في مدينة بعيدة بعض الشيء، فهيا بنا إن كنتم مستعدين. يا إلهي، لا أستطيع أن أصدق أن بشراً بنوا هذا المعلم العظيم. نحن الآن في وسط مدينة عالمية مشهورة، وهذه الحديقة الجميلة هي من أهم معالم المدينة. يا لهذا النصب التذكاري الضخم، كم أتمنى أن أتسلقه. ماذا؟ ما الأمر يا أصدقاء؟ ألم نصل بعد؟ هذا هو مبنى البرلمان العريق الذي تم تشييده في عام 1894. عذراً يا أصدقاء، لكنني كنت جائعاً جداً لدرجة أنني لم أستطع مقاومة رائحة هذا الشواء اللذيذ.